سريعا الشبكيه والاحساس الواحد ان في دبانه ماشيه قدامه. سريعا ولا سريعا عشان الوقت قرب يخلص. هو الدبانه دهيت يعني دي حاجه بتقلق ناس كتير، وفعلا اي واحد لازم يشوف حاجه زي دبانه، ناموسه، عنكبوت، اي حاجه، اي حشره شايفها قدامك خلي بالك لازم لازم يراجع، لان هو الجسم الزجاجي ده اللي هو حاجه زي الجيلي كده اللي مالي تجويف العين بيحصل فيه تغيرات، فمع الوقت التغيرات دهيت ممكن تشد على الشبكيه وتعمل اللي هو الشادو اللي هو ظل اللي احنا اللي هو بيشوفه بيشوفه ك يعني حاجه كده متطايره كده في الدبانه دهيت، فيكشف الشبكيه، لان احنا بنخاف احيانا، بس دي نسبتها مش كبيره، بس احيانا ممكن يكون وهو بيحصل التغيرات دهيت شد على الشبكيه وعمل قطع او ثقب او حاجه، ودي ممكن تتلحق بسرعه قبل ما يبقى فيه تطورات ويدخل بقى في عمليات اصعب. انا عايز اشكركم، كلمات اخيره دكتور تامر، نصايح للناس بقى. النصايح طبعا الاطفال قبل دخول المدارس لازم نطمن عليهم، لو هينزلوا حمامات سباحه اتس بيتر طبعا، لو الحمام سباحه احنا عارفين هو في مكان كويس ومعقم ما عندناش مشكله، ممكن لما يخرج يبقى معاهم قطره مرطبه ما فيهاش دواء تغسل العين من الكلور والحاجات دي. الناس الكبار بعد سن الـ40 لو في فاميلي هيستوري او في العائله حد عنده ارتفاع في ضغط العين يطمن دايما على ضغط عينيه، نبص على قاع العين لمرضى الشبكيه عشان مرضى السكر عشان لو في اي اعراض من اعراض السكر قبل ما العين يشتكي نلحقها. دي الحاجات اللي هي المهمه، العيان اللي عنده غده درقيه يطمن على عينيه. ما ننزلش حمام السباحه بالعدسات اللاصقه مثلا، يعني دي ما فيش كونتاكت لينسز حمام السباحه ولا البحر بس حمامات السباحه اخطر، لان في بعض لو ما فيش تعقيم قوي في يعني ميكروب معين لو جه في العدسه ممكن يؤذي العين قوي. فيعني دكتور عوضات هي نفس الكلام اللي قاله الدكتور تامر، بس هو يعني حاجه بسيطه ان هو طالما الواحد لو الواحد حس باي حاجه في العين لازم يستشير دكتور عينين بدل ما ياخد قطرات من الصيدليه وبتاع، يروح يستشير. وبعدين الريجولر تشيك اب يعني لازم يراجع، لان في حاجات زي ضغط العين دي تقريبا استحاله الواحد يعرفها الا اذا راح لدكتور عينين. يعني ممكن يكون عنده ميه زرقاء اللي هو ارتفاع ضغط العين، وده حاجه صامته يعني ما لازم يروح للدكتور، فهو يبقى الواحد ما يستناش. لو يعني التشيك اب بتاع العينين ده نعمله كل قد ايه؟ سنه كل سنه ده كل ده زي التشيك اب العادي؟ زي التشيك اب العادي، لان زي ما في ضغط الدم حضرتك بتعملي تشيك اب عليه، في ضغط العين احنا لازم نعمل تشيك اب عليه. في اي تغيرات موجوده وفي اي تغير حتى في الشبكيه، احيانا بيبقى حد جاي بيعمل تشيك اب عادي واحنا نكتشف ان هو مثلا عنده ثقب في الشبكيه. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور تامر جوده، دكتور محمد عوض الله، دي بعض النصائح للناس وعيونها. انا يعني بحس ان العينين دي اهم حاجه، ربنا يحافظ لنا على عيوننا وعلى نظرنا ويعني نحافظ عليها وعلى أطفالنا قدر المستطاع. بشكركم وبحييكم، ونتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد، تصبحوا على خير.